درك انا نطرح عليك السؤال بطريقتي الخاصه باش الشعب يفهم حنا غدوه الجزائر الجديده اكتبها فيها عندنا بنوك جزائريه يجيوا رؤساء جنرالات افارقه ولا من دول اخرى يجيبوا لنا دي مليار دولار باش البنوك تاعنا الاقتصاد تاعنا يمشي واش رايك والله ما جاوبني صراحه جاوبني صراحه واش رايك انا بلي يقبلوا بيان نقبل واحد جايب لي 2 3 مليار دولار حطهم في البنكه تاعي وعلى بالي ما يقدرش يخرجهم وانا نستثمرهم في بلادي ونحرك بهم ليكونومي تاعي واش يهمني فيها انا واش ندير في بلادو نهار تنوض في بلادو ويقطعوا له والله يديوه للحبس نشوف انا هذاك الوقت اسك الدراهم نحتكرهم والله نعاود نسلمهم للسلطه الجديده لكن انا قررت انها سلطه شرعيه هذا هو العالم استاذ هذا هو العالم شد كي تغير البلاصه نتاعك تبدل العقليه دونك علاش اللوم انا على فرنسا لا سويس الماريكان الانجليز الروس لا شين الامارات بصح واحد جايب لي الملاير حطهم عندي نخدم بهم وندخل بهم دراهم كبار وانا على بالي هو قاعد يلم برك ما يدير بهم والو الماكسيموم نتاعو يشري بكارت بونكير على لي 100 ميل 200 ميل 300 ميل 1 مليون دو دولار لاشا ونبلوكي له الكارطه باش نفيريفي فيه زعما جي دي مليار نتاعو كي تورن دو مي كونت علاه نحير حنا مادابا ياخذوها في الجزائر الجديده كاع الافارقه السرقاء يحطوا دراهمهم في الجزائر مادابا مصلحه الجزائري تمني حنا غدوه الجزائري كيعود المدخول نتاع الجزائري 300 400 مليار دولار بارون والشعب نتاعي عايش بيان ماشي يهمني انا لازم شعب الطوغو ثاني يدير ثوره والاخر يدير ثوره ويهزلهم على راحو والله نديروا ثوره احنا ونديروا ثوره للناس شي بالك انا فهمتني وي فهمتك خلاص تو دونك انا بور موا مادا بيا غدوا مادا بيا عندي بونوك نتاعي جزائريه اقتصاد مفتوح ويجيو بونديه تاع العالم يحطوا دراهمهم عندي مرحبا بهم انا ما يهمنيش اللي يلحق عليه القضاء نتاعك ونطبق عليه القانون وما رجعش الدراهم نبلوكيهم عندي 20 18 سنه قال لي استوفاء التحقيقات نكمل نزيد نخدم بهم اكثر وهذا هو الشيء اللي صاري وراحت لي مليار تاع ليبيا تاع العراق تاع سوريا هذا هو الشيء اللي صاري شوفوا أيها الشعب الجزائري درك العبارات الرنانه وهادو حقوق الانسان وحقوق الزواليه هادو في العالم نديرينهم ميخانات كارطات يلعبوا بهم في الحق ما كانش مول الدراع واحد ما يقول له انت ضد حقوق الانسان والضعيف الناس كل ضده هاو العالم كيفاش حابين تعيشوا ايها الشعب في الحقيقه ولا في الكذب كما سمع ناس ديمقراطيه تداول على السلطه اللائكيه كلش خرطي كلش كذب كلش كذب فقط الديمقراطيه الحقيقيه والله ما تسعة في العالم باسره ما كاش ونعطيكم اون بروف دوك بزاف ناس هادو اللي يدوروا في لي بلاطو يقول لك قاعد يقول نعطيكم اون بروف برك الديمقراطيه في اوروبا درك كيجيو كي يدكوا لك الجعبه باش تعيش يخيروا بين واحد عنده سبعين وواحد عنده ستين سبعين يبعثوه للموت يفليكسيوه عند ربي والاخر يبرونشيوها له واللي عنده المعرفه يبرونشيوه واللي ما عندوش داه ربي ثاني كيف كيف هاي الديمقراطيه تاع العالم هادي الديمقراطيه تاع العالم دركا فيقوا والله نخبطوا في حيط كاين طريقين ما كانش ثالث في وسطهم عبيد ولا احرار احرار نتوما تقروا المصير نتاعكم عبيد هبطوا ريصانكم ومشيو كي يعني والله العظيم أه سبحان الله ما يعني صاير ما ما قدرش حتى معتش نقدر معتش نقدر. ما نقدرش حتى ما عادش نقدر نزعفو ما عادش نقدر باسكو ما فهمتش يا نزعف النظام يا نزعف الشعب في اصله واش قاعد يصرا فيه هو ساكت ما عندناش فاهمين على من ما عم نهضروا اصلا هل نحاربوا النظام ولا نحاربوا الجهل اللي فيش في الشعب تاعنا ما فهمناش واش نحاربوا يظهر لي نحاربوا الجهل قبل اي حاجه اخرى وهنا ماذا بي نقول حاجه ماذا بكم يا النشطاء السياسيين كلمه ثوره الجياع ما تعاودوهاش وما تداولوهاش وما تهضروش عليها لانكم راكم رايحين بتفشي هذه الكلمة يعني avec ce message de la révolte des affamés vous donnez au pouvoir le باش يقمع الشعب باسكو غدوة كي يخرج الشعب بعد الكوفيد وينتفض على النظام هذا الشعب النظام هذا راح يسوقها على اساس ثورة جياع المشكل سياسي والثورة سياسية والمطلب الشعبي سياسي لانه كل المشاكل في السياسه الجزائريه دونك الحل في السياسه الجزائريه وهنا الناس يعرفوا روحهم من النظر عليهم بركاو من كلمه ثوره الجياع باسك النظام هذا غدوه كي يخرج الشعب راح يبلورها للعالم على اساس الازمه الاقتصاديه والماليه والقمع يكون كيما تاع اليونان في 2008 وفي الجزائر بيان سور 10 خطرات اضعافه وواحد ما راح يهضر وواحد ما راح يتحرك في العالم علاش لانهم راحين يعتبروها ثوره الجياع وثوره الجياع عمرها لا كانت عندها مسانده سياسيه في العالم بركاونا من ثوره الجياع ثوره الشعب الجزائري ثوره حريه سي اون ريفولت بور لا ليبرتي بور ليتا دو دووا سي اون ريفولت اونتي لو سيستيم مافيو بوليتيكو ميليتارو financier كي ديريج l'Algérie ce ني با اون ريفولت دافامي ما يشطور الجياع بركاونا بركاونا تعلموا شويه السياسه بعد النظر نتاعكم تهضروا هضره تاع الدراري والله من الله عليكم سيادكم الثوره الجزائريه والهبه الشعبيه ما يشطور الجياع ثوره حق ثوره مستقبل ثوره بناء ثوره هادفه على هذه اليوم الهدف ما نبعدوش عن الهدف اسقاط النظام وإقامة دولة القانون. تفضل يا أستاذ.